وانت راح صعب على اي لاعب طبعا، وزي كابتن حسام غالي طبعا غني عن التعريف. يعني مهما اتكلم عنه طبعا مش هوصف لك مدى في الملعب او بره الملعب. انا عشان المستوى الشخصي انا بعشقه جدا وبحبه جدا، اتعلمت منه حاجات كتير، ويعني مش عارف اتكلم النهارده اقول ايه. النهارده ان شاء الله يعني اليوم يطلع جميل ان شاء الله ويليق بيه باذن الله، وبتمنى له خير دايما، وان شاء الله يبقى في مسيرته اللي جايه باذن الله يبقى ربنا يكرمه في مشواره كله، اداري او اي حاجه ايا كان. وكلمة لاعب زي حسام غالي كده الناس يعني هتفتقده كتير، وانا هنفتقده في النادي طبعا، وبتمنى له التوفيق دايما. شايفه في اي حاجه يعني، هو ليه شخصيه وكاريزما، فانا شايفه اي دور هيقوم بيها هيعرف يتعامل معاه، وهو شخصيته قويه وكويسه فهيتعامل في اي حاجه يعني، واتمنى له التوفيق في اي حاجه يعني، ربنا يكرمه يعني. مباراه الترجي قفلناها يعني بكل حاجه بقى، بحكامها باي حاجه، فاحنا الحمد لله احنا مركزين ان احنا ان شاء الله نعدي ماتش كامبالا سيتي ده باذن الله بالثلاثه بونت باذن الله، ويكرمنا ان شاء الله في الفتره الجايه. بس احنا مركزين ان شاء الله اللي احنا مباراه يعني مركزين على المباراه قوي جدا، ان شاء الله هنطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله.